خلاص فكن فيز انوبيس ليفت. رح ندخل على الكمبان على طول. يلا اجى لك الجواب لوشن. طبعا على انا شايف ان لوشن لازم يكون سيرد بان هنا. بان على طول. هو فيرست. اوكي انا كنت فاكر انه سيرد وان انوبيس ممكن ان هم يبندوه, بس اي ثينك ان بتراي هياخده لو اوبن دايما في ستيل اكلي في ريليا بيعملوها فليتس جريفز زي ما قلت لكم. ممكن كنا نشوف الميد بكايا ويرد, بس ريفنجر بيلعب البكاد كتير جدا, قدر يوصل بيها تقريبا 250 ال بي يو اس ماستر. فاعتقد كمان هنشوف فارس اوريدي باند, فارس ستيتش طبعا معروفه, توب لينر توكسيك هيل عارفين ان هو بيلعب بالحاجات الاجريسيف, ممكن يروح سيت ممكن يروح رينكتون في جيس بتاعه مش عارف لو هيسيبوه ولا لا, بس جيس بيتمل او بيتمل الكومب بي ان هو يكون معاه فارس يكون معاه نيدالي الكومب بتاع البورت, بس مش بنشوفه كتير في مينا ريجن صراحه, ما شفناش حد لعبه كتير البورت كومبوزيشن, وهنا كان في بان لازريل, فبالتالي اي ثينك ان هو صعب ان هو ياخد جيس في الجيم ده. اتوقع ان جيس مش هيكون بيت جيس عامة هذا نانسر في الريد سايد مرة كويسة قدام تشامبيونز محددة, لو لعبوا نار مثلا وتشز ما بنشوف ماجد يلعب نار ممكن. معليش سامحني فريد تفضل حبيبي عادي خذ راحتك. لا لا خلاص وديو من وديو خلاص معاي اوكي سوري حبيبي. لا والله كنت جاي احكي بس انه البوك اي دي سيز بظهر لي انه طلعوا في هذا البيك فيس كثير اي دي سيز, يعني فاروس راح, لوشن راح, ازرا راح, بنشوف الفيرست بيك من ماجد راح يكون هذا السايلس. والسؤال اللي كان بدي اسالك اياه واحنا في هذا الشامب سيلك ثورن, لما تكون انت نوعا ما الاندر دوغ, انت 0-3, انت الفريق الداخل الجديد راح تلعب ضد الاكس شامب, شو الخطه اللي بدك تلعبها على مستوى اوكي هل بتروح للبيكات اللي هي قويه في المتا, هل بتروح لتشيزي كومب نوعا ما سهل اللعب لانك بتقدر تحكي انك عارف ان الفريق اللي قدامك عنده خبره اكثر, ممكن يكون الفريق افضل منك ككل, فشو الخطه اللي بدك تروح لها عشان تاخذ هذا الون؟ نشوف نوعين من الفرق فريد, نشوف نوع يروح يسوي تشيزي بيكس جديده يسوي سبرايز للتيم اللي قدامه ويحاول يغلبه ما دام هذه بيست اوف 1, وهذه دائما استراتيجيه كويسه في البيست اوف 1 مقابل البيست اوف 3 والبيست اوف 5, او احيانا لا يقول لك والله ليتس جو انتو اور كومفورت بيكس اللي احنا متمكنين منهم ونعرف نلعبهم. انا خليني ارجع لسايلس بلايند بيك صراحه بالنسبه لي, بغض النظر عن انه سايلس كويس تشامبيون في الميتا حتى لو كنت بسوي له فليكس في الميد وفي التوب لانه ماجد يلعبه وبرضه ذكرى يلعبه, اي نيفر ثينك سايلس از ا جود بيك از ا جود بيك في البدايه اذا ما في التيز مره كويسه قدامك في الفريق. والغريب واللي اغرب في الموضوع انه عبال نفس الوقت اخذوا تشامبيون اخذوا بالضبط راحوا اخذوا جاليو ذات بنفيت سايلس مره كثير ويعطي له الامكانيه انه هو يلعب بالطريقه هذه اللي بيلعبها. لا ننسى انه داتورا اللي اليوم موجود مش شيرين, شاوت اوت رين اليوم وصل لتشالنجر اذا ما حد داري, ف وي نيد تو سي كونجراتس تو هيم فور ذا فيرست تايم يس ولا امس اظن. وداتورا از نون فور هيز يعني سنا بلاي ستايل صراحه, سنا مره كويس فيها بيعدي اداء مره كويس, طبعا بدر احنا عارفين انه تام كنش تغير وعارفين انه سيفي صار للري ورك حقه وعارفين انه سيفي يلعب ست في البوت لين دايما تو ماتش, فعارفين الماتش اب بغض النظر عن الفليكس اللي موجود في سايلس وبدر حيتلعب ميد ولا توب, عارفين انه البوت لين اوريدي موجود قدامنا. في المقابل ابعال اخذوا كين انا I have nothing to say. وضع كين في المتا مش عارف. ما هو موجود في البيت اصلا يعني. طيب عشان هنا حنخش في موضوع السبرايز. كين مع جاليو زي كاميل مع جاليو. شباب ايش يسوي؟ يروح يوصل على الباك لاين. طبعا باعتبار احتمال كبير حيلعب ريد كين في الحالة هذه بما انه قدامه حيكون في ناس تانكي شوية زيادة. فاحتمال كبير نشوف كين يحاول يدخل جوا الزحمة ونشوف في نفس الوقت جي سكيلز يسوي جنب عليه, او بلا صح قال يسوي جنب عليه يوصل على الباك لاين عشان يقدر يكتر الباك لاين دايركتلي. ست موجود يقدر يشيل الفرونت لاين تدفه, اذا ما عندك فرونت لاين الا جاليو يقدر يوصل على الباك لاين على طول, ست اليوسفولنس حقته بتقل. بس اخر مرة شفنا سيفي في ست هو اللي كرر الجيم لحاله, كان the best set support player we have ever seen صراحة في المينا عندنا, وخلينا نشوف ايش حيلعب اليوم. وهذه المرة رح يكون داتورا بجانبه بهذه السنة. وهلأ بما أنك ذكرتها يا ثورند, يعني كتير عجبني الموضوع on paper على الأقل الانتراكشن بين كين وغاليو, كين ممكن يدخل يعمل شوية سي سي يعمل ألت على حد, ولما يطلع من الألت بيكون already غاليو نزل معه السي سي رح يكون موجود, التشين هذا ممكن يكون خرافي عفوا نفس ما انت حكيت إذا راح باتجاه الريد كين. بنشوف البيك هون من أنوبس زنزاو واحد من الشامبينز اللي كتير أقوياء حاليا, بنشوف اليوينك لهذه الكار من طرف عبعال عشان السينرجي بين زنزاو وكارما ما تكون موجودة من طرف أنوبس, لكن ليجن بيك واحد من كل فريق يختتموا فيها هذه الكومبس, شو حابب تشوف؟
انا هنا عجبني الموضوع اللي هو عملت بان فوليبير، بس ليه ما تشيلش زنزا؟ واحد من اقوى البيرس اللي موجوده، وهنا بنشوف اكلي فكده خلاص عرفنا مين راح فين. اي ثينك او على حسب مين هيستريح في الماتش باكلي، مين هيستريح. يقدر يقلبوها الاثنين، الاثنين يلعبوها صراحه، يقدروا يلعبوها. بس انا هنا عايز اتكلم على الدرافت من اوله. انا شايف ان سايلس مش هتبقى وحش حاجه تاخدها في الاول. طبعا هو بيتبكى على التيميت ستير، بس في حاجه هنا لما انت بتجيب سايلس بتمنع الانمي تيم ان هم يبقى معاهم اكسبنسيف التيميتس زي اورن، او ان هم بيشتت الناس اللي هي تدرافت قصاده، فبيكون صعب. بس في نفس الوقت هنا انت بتجيب له جيس وجبت له كارما، جبت له كين، دي التيميت كلها يوزلس بالنسبه للبيك بتاعت سايلس. بس انا عايز اتكلم على الفيرست والسكند بيك، تورس كيل جاست وجيس كيلز اللي هم اخذوا تريستانا وخد بعديها جاليو. جاليو طبعا هتفيد سايلس قوي. تعال نتكلم عن سايلس، الايتم بتاعته اللي هو بيجيبها نزلت 200 جولد، فدي حاجه هتساعده، هتساعد دقيقه ونص تقريبا ان هو يجيبها اسرع، والباور سبايد بتاعه بقى اقوى، بقى اكتر واقوى في تو ايتمز، وكروزمت درايف خدت باف 5 ابيليتي. ف انا شايف ان بكات سايلس نوت باد، عشان هم كلهم بيلعبوها الصراحه، او مش كلهم، الميد والتوب بيلعبوا نفس التشامبيونز. هنا تعال نبص على كين غريبه زي ما قال سورن، بكاء غريبه مش في الميتا، مش عارفين هي ممكن تعمل ايه، ما شفناش بقى لنا كتير. هو هنا اكيد هيروح على ريد كين، وهو هيكون معاه الانشانتر كارما هتساعده، السينرجي بتاعهم نوت باد، هيكون معاه جاليو السينرجي نوت باد. بس هنا معاك وان تول اللي هي بتكون بوك، هتكون بتبوك مع او بتبوك مين، في هنا ست، في هنا سينا، يعني طبعا احنا عارفين. بس انا عايز اتكلم في حاجه، هل هنا هيلعب الديفاين ساندرر؟ هل هنا يلعب الكراكن على سينا؟ لسه هنشوف جوه الجيم، لان في 3% قال له على الرينج تشامبيونز من الديفاين ساندرر. بس عايز يعني اتوقع ان هو ستيل هيجو فور ديفاين. اشوف كراكن مش ايتم وحشه برضه، مفيش، ممكن نقول مفيش تانكس كتير، بس كراكن الافكت بتاعه عالي، ولو هجو مع تيم اي ثينك جوز انوبس فور شور. لا انا كتير مستغرب انك رحت مع انوبس بصراحه. 3-0 يعني ضد 0-3 حاليا، انوبس فازوا على نوك اوت، مسيطرين على الساحه. لا لا. اوكي انا معك بس لا معك انا 100%، بس عايز تروح انت مع بعض، روح براحتك. ثواني انا هحكي تحليلي، وبالنهايه بنشوف مع مين راح نروح. اذا ممكن ننتقد شويه ثورن، نقاط ضعف الكومب تبع انوبس، على شو ممكن نلمس شوي؟ يعني انا مش شايف سينرجي كبيره بين هذه الشامبيونز. اكيد طبعا عندهم الزنزاو او بي جانجلر، عندهم اللينز تبعتهم قويه، عندك سيفي على هذا السات قوي جدا نفس ما شفنا، لكن من الناحيه الاخرى بنشوف ابعال نوعا ما بدي احكي كاونتر، لكن اتصرفوا نوعا ما بهذا السايلس بيك، اعطوهم التيات ضعيفه من ناحيه جيسو كارما على الاقل، كذلك تريستانا ما فيك تحكي انه الفاليو كبيره من هذا الالتيميت لسايلس. عندك الوومبو كومبو اذا بنقدر نسميه، نات ريلي، لكن كينو قالي وحكينا عنه ممكن يسوي شغل. عندك البوك من عند كارما وجيس ممكن يلعب شغل كبير، لكن بنفس الوقت اعتمادهم الكبير راح يكون على هذه التريستانا. لكن شو الاتجاه؟ نفس ما سالتك المره الماضيه، شو الوين كونديشن لكل الفريقين خاصه لعبعال؟ مشكلة عبال صراحة. لما تلعب شامبيون زي كين، يعني انت بتقول كين هاز تو بي، يعني لازم يكون متقدم في الجيم بالنسبة لي. هي وونتس تو فارم، يبغى يدخل على الجنجل، يبغى يدخل يعني يسوي كاونتر جنجل از ماتش اس بوسيبل، هي وونتس تو تيك كامبس، هي وونتس تو جين ان ادفانتج، ويبقى يحافظ على الادفانتج هذه، ويشتري الايتيمز اللي يحتاجها تو ستي الايف، تو ستي سستينبل. جورد رينكر احتمال كبير هي حتكون الايتيم الكبيره اللي حياخدها، وبعدها والله ستيركس جيج وشاكلتها، الايتيمز اللي تخليه عايش مره كثير ويقدر يرجع هيلث ويتعامل معها. لما نطالع في البوت لين حقهم الاقي عندهم برايورتي مره كبيره في البوت لين، وهذه حتعطيهم ادفانتج في البدايه. لما نطالع في الميد لين حقهم برضو الاقي برايورتي في اللين، على اساس الكيو حقت جاليو حتعطي له لين برايو، حتعطي له امكانيه انه هو يسوي شفط طول الوقت. هذا في, 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 في نفس الوقت يعطي مجال لكين انه هو الله يلعب حول البوت لين وياخذ ادفانتج في البوت لين، زي الجيم اللي فات اللي شفناه من سايكل. بس في الجهه المقابله احنا شايفين اديب دايف كومبوزيشن، كلهم يبغى يوصلوا على الباك لاين، وكلهم ممتازين انهم يوصلوا على الباك لاين. سنة سبورتنج انت يعني يوتيليتي سبورت تساعد البقيه، ست والثلاثه البقيه كلهم يقدروا يوصلوا على الباك لاين بطريقه مره سهله. الالتي حقت زينزاو توقف الدامج كومبليتلي حق اي احد ايوي، بالذات تريستانا، فتريستانا وجيس حيكونوا كومبليتلي يوزلس في الفتره الصغيره هذه اللي يصير فيها الانجيج. وشفنا ماجد على 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 اكالي، وماجد
لما نلعب اكالي انت المفروض يعني تسوي سلاش اف اف وتوقف الجيم, ما ذير از ناثينج فور يو تو بي اول تو دو. فطالع فيها عندهم بوتنشال لعب عالي انه يفوز البوت لين, ومن البوت لين هذه ياخذ ادفانتج جاليو حيلعب حول البوت از ماتش اس باسبل, وهذه ميزه انك تاخذ جاليو اصلا. بس لما يكون في جاليو وفي سايلس, سايلس يقدر يسوي انسر بنفس الطريقه. يس, فاول ما حتنزل اول ما حينزل جاليو حيلاقي برضه يعني في نفس الوقت سايلس نازل. فخلي ليجن كده يعطينا وجهه نظره يعني قبل ما شوف ليجن حنعطيك فرصة أخيرة يعني. شوف عبعال والصحبة يعني حكالك ثورن الوين كونديشن تبعهم, الفور مان دايفز بوت اللي ممكن يجوا, ميركل ران من عبعال بيبدأ اليوم, اركب القطار قبل ما يطلع من المحطة. انت ورأيك بريدكشن جديد من عندك ولا بطل معنو بس؟ لا انا شايف سورنت صراحه يروح مع بال, طالما عاجبه الكم بجد هو يروح مع بال. انا عايز اتكلم هنا على الفيس بريكر بتاع سيفي. يو كانت اول ان, يو كانت اول ان ويز تريستانا على سيت الفيس بريكر بالديليت كل حاجه حرفيا انت بتعملها. شايف ان دادرا سكيل فيري ويل. الميد لين ماتش اب هو اختار ان هو يكون فيرسس جاليو, ان هو بيكنسلوا الاي بتاعته, بيكون دايما مستيب تو ديزر او واقفين في نفس المكان مع بعض, مش هتقدر تديل دامج از جاليو على سايلس. فانا شايف ان سايلس جود ماتش اب لي. هتكلم على زينزاو, زينزاو بيقدر طبعا هيقدر يجيب الفورم جي سكيلز اني واي, بس انا بتكلم على الايرلي. زينزاو لو مستر عمل له نوكرب, عمل له الدبليو, بيكون معاه الدامج كتير قوي, بيكون معاه سستين كباسيف. فانا شايف كمان الجندل لين كسبانه. البوت لين صعب, صعب ان انت تقولين ممكن تستنى الجنجل. الجنجل مش هيكون مع فاليو كتير. سيفي يقدر يوقف كل اللي بيحصل ده بالفيس بريكر وبالهيميكر بتاعته. بالنسبه للتوب لين ماتش اب ما شفناش كتير, بس اعتقد هيكون في سلايت ادفانتج مع الرينج على اكلي. فاول 3 ليفلز ممكن ليفل 5 نبدا نشوف البوك من ناحيه اكلي بالنايفز بتاعتها. لكن خلاص مش هفكر تاني. وانوبس جوز انوبس, انا شايف سورنت صراحه تروح مع بعال فرصه, لازم تروح مع بعال. وانا لازم دلوقتي استاذ ان ليجن انت ما عندك ثقه بعبعال. راح نبعتك نبعتك للسجن الانفرادي تحضر فيه المباراه لحالك. برودكشن خلوني انا وثورن, خلوني انا وثورن لحالنا وعندنا ثقتنا بعبعال. ناتري ليه, لكن ثورن زيرو تشانس, 50% تشانس. اعطينا برسنتج لفرص عبعال في هذه المباراه. نفترض انه متمكنين من الشامبيونز تبعهم, نفترض انه زبطوا شوي الماكرو تبعهم, نفترض انه انوبس مش احسن يوم لهم, ممكن عبعال يفوزوا. متمكنين يا شباب ما فيها كلام, بس يعني الوحيد اللي يلعب جيس عندنا توكسيك هيل. ما قد شفنا احد في الريجن يلعب توكس, يلعب جيس. والجيس حقه is top notch. صحيح ما هو top tier, بس انه يعني بالنسبة للاعبين جيس اللي عندنا في العالم العربي جدا ممتاز. الباقي صعب بالنسبة لي. انا ما اشوف كيف ممكن تاخد يعني تعطي 3 power picks ولا 4 power picks لأنوبس وتفوز الكيم عليهم. ف يعني قد ما بحاول أسمع كلام ليجن واقول والله أبعال والصحبة, I still see أنوبس. الجيم اسهل لأنوبس مرة كثير, ما فيك. متفاهمك بصراحة. خلينا نحكي شوي عن اللينات قبل ما ننتقل للمباراة. ماجد أو مثلا أكال, ما نحكي اسم اللاعبين, نحكي الشامبيونز نفسهم. سيبك هلأ مين اللاعب اللي ورا هذا الشامبيون. خلينا نحكي شوي عن أكالي ضد جيس ماتشب, خصيصا لأنه حاسه هو الفولتايل ماتشب. فيكر فورسس فيكر على هذه الشامبيون, مين راح يفوز الماتشب؟ أكالي وينز ما فيها كلام. في يعني صحيح الثلاثة أول ليفلز جيس حيكون عنده الادفانتج عشان رينج قدام لي, بس من ليفل 3 وانت طالع تبدا الادفانتج شيفتس لاكالي. بعد ليفل 6 اكالي اولويز وينز. مستحيل 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 جيس يقدر يفوز عليها نهائيا. فالماتش اب بالنسبه لنا ما هو في صالح توكسيكال, وعشان كذا حتى السكيلابيليتي جوز تو اكالي وجوز تو زينزا وجوز تو سايلس. فمره صعب الجيم حيكون بالنسبه له. واحنا في التيم اللي في اليمين بنعتمد على 1 ميجر او 2 ميجر دامج ديلرز, 1 ميجر دامج ديلرز اللي هو ستيتش في الحاله هذه, وبقيه التيم تو سبورت الدامج اوتبوت اللي ممكن يسويه. فكل كل البيضات محطوطه في سله ستيتش, وعلى حسب اداء ستيتش. كنت حابب اخذ شويه شو تايم وكاميرا تايم اكثر, واحكي معك لين بلين ونحكي شوي عن الجنجل شو ممكن يعمل, لكن دائما بشوف تويتشات ابداوا الجيم. فخلونا نبدا الجيم. نروح لمعلقينا طبعا زيكا واعد لكم الكلمه حبيبي. شكرا كول سيستم, شكرا ثورد, وشكرا ليجن تريس. سلام انت يعني الراجل هيجي لنا كمان شويه. ولكن اهلا بكم مره تانية في المباراه الثانيه النهارده ان شاء الله بين انوبس جيمنج وعبعال والصحبه. مباراه مصريه خالصه, واكيد الفانز المصريين مستنيين يشوفوا المباراه هتكون عامله ازاي بين انوبس وبين عبعال والصحبه. عيدوا معايا في الكالر كاستنج, ونتمنى ان شاء الله المباراه تكون ممتعه.
اهلا بيك يا زيكا. معنا دلوقتي المباراه الثانيه ما بين انوبيس جيمنج وعبعال والصحبه، وفعلا هنشوف بيكس يمكن كومفورت بيكس كتيره قوي مختارينها في الجيم ده. عندك داتورا بيلعب على السنه بيك، هو مرتاح عليها جدا من السيجنتشر بيكس تعتبر بتاعته. عندك طبعا ماجد على اكالي في التوب لين، والناحيه الثانيه نفس الحكايه مع عبعال والصحبه. توكسيك هيل بيلعب الجيس الشهير جي سكيلز، اي حد بيتفرج على السريم بتاع خالد عصام هيعرف انه بيحب يلعب كين، وهنعرف برضو ان ريفنجر بالجاليو مرتاح قوي يلعب البيك دي. فاللقب النهارده هيكون حوالين، او التركيز كله حوالين الكومفورت بيكس، انهي فريق هيعرف يستخدم البيكس اللي هو مرتاح عليها اكتر عشان يعمل ليد في الايرلي جيم، يعمل ليد في الميد جيم وسنوبول وين جيم. يمكن علامات استفهام فعلا من او على البيكات بتاعت كين وخالد عصام. يمكن احنا شفنا خالد عصام قد ايه كان بيلعب اول ما كين خد الباف في الكيو ورجع ميتا فتره، شفنا خالد عصام بيعمل ايه وقد ايه ان هو ممكن يرش الرابتور كامب وانت بتاخد الريد كامب بتاعك، ويقدر ان هو يستيله ويبدا ياخد ادفانتج منها بعد كده. يا ترى ايه اللي هيطبقه النهارده؟ فلازم انوبيس جيمنج عاملين اكيد عاملين حساب ده وعارفين ده وعارفين وحافظين الجيم، ولكن شفنا تردد كبير عدوي من الشباب في الانالز ديسك على إمكانية فوز عبعال والصحبة إنهم يفاجئونا بفوز على أنوبس أو أداء قوي قدام أنوبس. هل ده رأيك برضو ولا الموضوع يكون صعب؟ بس بصفة عامة عبعال والصحبة نوعية الفريق اللي بيحب قوي إن حد ينتقده، بيحب قوي إن حد يشك فيه، هو ساعتها بتشوف أحسن أداء من الفريق. يعني طول ما لسه ما فيش أي ضغط عليهم، لسه ما فيش أي مشاكل، بتلاقي دايما إن عبعال والصحبة بيرتاحوا في الحتة دي. ولكن طبعا الماتش في الجونجل هتبقى مهمة قوي بالنسبة لنا يا زيكا. وطبعا زي احنا شايفين دلوقتي على الشاشة ريتد، بص على الستاتس بتاعته، 4 KDA، كيل بارتيسيبيشن 77.6%، معظم الكيلز بنسبه كبيره قوي بتاعت انوبس بيكون ريتد مشارك فيها. فهذا اللاعب نقدر نقول ان هو العنصر المهم بالنسبه انوبس جيمنج ان هم يحرزوا على اي نقط قوه في الايرلي جيم، في الميد جيم، في الليت جيم. 77%، تخيل الرقم ده معناه ايه كجونجلر. اكيد طبعا. ولكن معانا مقارنه بين داكراي وريفنجر، تعالوا مع بعض نشوف الميد لين النهارده هيكون عامل ازاي، ونشوف وناخد يعني نظره سريعه. وان كان عدو احنا متفقين مع بعض الستاتس الماتش اللي فات ما كانتش فرقه قوي، ولكن اتكلمنا عن الستاتس. طبعا زي ما احنا ما شايفين هنا يمكن نقول الستاتس هنا متقاربه شويه ما بين داكراي وريفنجر. ممكن نشوف طبعا سي اس بيرمنت اعلى شويه بالنسبه لريفنجر، وداكراي طبعا احنا عارفين قد ايه هو لعب لوشن 3 جيمز ورا بعض، كان متواجد في اماكن كتير قوي حوالين الماب، كان دايما هو اللي بيساعد البلايز انها تحصل في البوت لين، في مع الجنجلر بيتحرك مع ريتد. ولكن طبعا في نفس الوقت ريفنجر من اكتر الميد لينرز في مصر عامه اللي عندهم ميكانكس رائعه. طبعا احنا عارفينه مشهور بالفلاديمير بتاعه، وصل رانك فلاديمير، يعتبر هو من اوائل اللعيبه اللي وصلت تشالنجر برضو في مصر. فانت بتتكلم برضو الميكانكس والسكيل ويمكن نقول الدماء الدمج دي او يعني النيو بلود اللي موجود من ناحيه ريفنجر بتخليه دايما نقطه قوه بالنسبه لعبعاله والصحبه. ومن بدايه الفريق في 2016 2017 الفريق كله متمحور حوالين ريفنجر، طول ما في ريفنجر طول ما في عبعاله والصحبه، فما تقدرش انك تستقل بيه بنجم الفريق. ولكن شايفين الستاتس بتاعت داكراي يمكن السي اس بير مينت اقل بشويه، وده يمكن عارفين عشان داكراي وريتد دايما بيحبوا يروحوا يساعدوا البوت لين. دايما بتلاقي داكراي اول ما بيجيب على حسب الشامبيون اللي بيلعب بيه، اول ما يجيب ليفل 6 تلاقيه بيروم، اول ما يجيب ليفل 3 تلاقيه بيروم على حسب الباور سبايك بتاعته، وتلاقيه بيتجه للبوت لين يحاول يساعد، يحاول ياخد كل، ممكن ياخد دبل كل ويرجع تاني للين بتاعه. يمكن ده السبب اللي بيخلي السي اس بير مينت قليل عند داكراي، ولكن الافيشنسي او الكفاءة بتاعته في المباراة هي اللي بتفرق في اوقات كتير جدا. يمكن شفناه ماتشين تقريبا، يومين كان مان اوف ذا ماتش، واليوم الثالث كان ريتد زي ما شفنا الستاتس عن ريتد برضو. ف انوبس ليهم بقالهم فترة ليهم ستايل معروف او ليهم ستايل محفوظ شوية، داخلين الاي اي سي عايزين يكسبوا كل المباريات، ما عندهمش اي فرصة او مش سايبين اي فرصة ان اي تيم ياخد منهم الفوز، وبالتالي البلاي ستايل بتاعهم بدا يبقى محفوظ نوعا ما. عندهم القدره ان هم اكسكيوت، عندهم القدره ان هم يخلصوا على مباراه، عندهم المفاتيح كلها بيقدروا يعملوها، عندهم اوبجكتيف كنترول رائع جدا. عبعال عنده مهمه كبيره وصعبه النهارده، خاصه هو عمل مباراه جيده جدا في اول 3 ايام، ولكن ستيل مباراه النهارده صعبه قدام عبعال. تتوقع عبعال ممكن يفاجئونا النهارده قدام انوبس بان هم عندهم فيجن حلوه، عندهم كنترول حلو على الاوبجكتيفز، يعني عبعال بيعرفوا يقروا المباراه كويسه، ولكن الكولز بتاعتهم هي اللي احنا بنتكلم فيها وبنختلف فيها شويه.
الكولز بتاعتهم دايما ما فيهاش الثقه اللي تخليهم ياخدوا كول مهم ويخلصوا بالمباراه. خلينا نعترف يعني، خلينا نتكلم بكل صراحه، نقدر نقول ان بعاله الصحبه او ناس كتير هتقدر تقول ان انوبس ليها الافضليه في الماتش اب دي ما بين الفريقين، فده يمكن ده على الورقه والقلم، بس ليج اوف ليجندز والاي سبورتس عامه دايما بنشوف فيها المفاجات. عبالوا الصحبه اتكلمنا مره والثانيه والثالثه قد ايه الناس كانت بتشك فيهم في دوري المنافسين، قد ايه بنشوف يعني الناس بتشك فيهم بصفه عامه، فنقدر نقول ان عبالوا الصحبه بيحبوا نوعيه السيناريو ده، بيحبوا ان انت تشك فيهم زي ما كنت بتكلم من شويه. فممكن نشوف الابسيت بالذات ان عبالوا الصحبه عندهم كومفورت بيكس كتيره، عارفين طبعا مدى قوه اللعيبه، بيعرفوا ازاي يلعبوا مع بعض. يمكن اوكي اول اسبوع كان لسه محتاجين يتعودوا على بعض، اخذوا الفتره دي ان هم يعملوا فود ريفيوز، يعني يمكن يزيك تقدر تكلمني اكتر، يعني كنت لسه بتتكلم مع عبال مدير الفريق عن نظرته للفريق عن الاسابيع اللي قدام. اكيد طبعا عبال لما كانش عندهم الفرصه ان هم يحضروا للتشامبيونز ليج، هو فجاه جالهم تليفون انتوا موجودين في دوري الابطال، دوري مشاهير كاس العرب، عندكم كام يوم تجهزوا نفسكم، في حين ان هو قال لي ان سايكل اي سبورتس مثلا على سبيل المثال اقل تيم عمل سكيرمز واتدرب بقاله بيتدرب شهر ونص، فتخيل الفارق الشاسع بين تحضير عبال والصحبه للاي اي سي وتحضير باقي الفرق، فده بالتاكيد مهم جدا. كمان اتكلمنا عن ان قد ايه مهم ان هو ياخد وقته، وان هم عارفين وعندهم المايند سيت او التفكير والتعقل في ان هم عارفين مكانهم ايه ومحتاجين انه يشتغلوا عليه عشان يوصلوا. كمان عرفت ان الكوتش الخاص بعبال والصحبه لسه بادئ يستلم مهامه امبارح، فلو قدروا عبال النهارده يكسبوا انوبس فاعتقد الكوتش ده هيكون يعني معرفش ممكن نسميه ايه، هيبقى سوبرمان جاي بيدرب على عالو الصحبه في يوم واحد يخليهم يكسبوا انوبس يعني. وجاي لنا خبر من الفريق الاعداد من البرودكشن تيم ان في لسه تكنيكال ايشو عند احد اللعيبه، مش متاكدين انهي لاعب بالظبط، ولكن في مشاكل في الكونكشن، فمستنيين عقبال ما يقدر يخش الجيم، فان شاء الله ما نشوفش بوز كبير. طبعا في تايم ليميت للبوز، فان شاء الله المشكله تتحل في اقرب وقت ما بين الفرقتين. وزيكا زي ما احنا لسه بنتكلم عبالو الصحبة نوعية الفريق اللي ممكن يطلع لك وين ما فيهاش يعني يمكن اي مشاكل خالص في يعني ان هو يعرف يجيب الوين. وطبعا انوبيس جيمينج فريق بشكله مرعب في السيزن ده، يعني داخل سيزن 2 الموسم الثاني عندنا الاي سي بشكل مرعب. خلينا نشوف على مسار فريق انوبيس في البطولة. اول تيم لعبه كان نوك اوت اي سبورتس، كان يمكن نقول هو ده الريماتش بتاع نهائي الاي سي في الموسم الاول في 2021. فزي ما انت شايف انوبيس ثلاث ماتشات بيفوز بيهم بدون اي مشاكل، نوك اوت اي سبورتس، جالكسي ريس، ولكن نوك اوت ما كانش في حالته في اول مباراة، يعني ما كانش في الحالة المثالية وما كانش عنده القوة انه يعني ما كانش جاهز تقدر تقول اول يوم في الاي سي، ولكن بنستكمل فعلا كان فوز مستحق لانوبس، وكان ستيتمنت مهمه جدا لانوبس ان هو يقدر يفوز في السيزون الثاني. زي ما انت بتقول فعلا نوك اوت اي سبورتس يمكن اول يوم ويمكن اول اسبوع لسه لحد دلوقتي ما شفناهمش بنفس المستوى اللي احنا متعودين نشوفه منهم في الاول، ولكن طبعا احنا بنتكلم احنا لسه في اول اسبوع، تاني اسبوع بتاع في الموسم، لسه شويه فرق بتحاول تاني تشوف الميتا الجديده، تجرب حاجات مختلفه، يمكن ده احسن وقت ان احنا نشوف فيه الفرق بتحاول انها تتحسن، تحاول انها تكبر، مش لازم ان انت يعني تحرق كل الاوراق اللي في ايدك مره واحده، عندك الفرصه انك تجرب حاجات مختلفه. المره دي فعلا هنشوف داتورا اول مره بيلعب مع انوبس في المباراه دي. بس زيكا خلينا برضو نعترف بحاجه، ان احنا اول ثلاث ماتشات بالنسبه لانوبس في الاسبوع الاول فازوا باريحيه جدا، يعني شفنا انوبس مرعب جدا وجاهز انه ياخد انتقامه، جاهز انه يثبت ان هو ما زال يستحق اللقب. فهيكون احب اشوف مشوارهم الاسبوع ده هيبقى عامل ازاي، بالذات ان بكره هيبقى في ماتش انوبس وفوكس، وبعد بكره انوبس وصحارى ووريرز، فانت بتتكلم في تقطيع في تقطيع هيحصل في اليومين اللي جايين. الاسبوع الثاني يعني خلاص هيخلص مباريات كتير، ست مباريات هتكون خلصت بالنسبه لكل فريق، وبعدها على طول بنبدا ان احنا يعني نرجع ونستعيد الرول من جديد، ويقابل انوبس نوك اوت ثاني وتستمر هكذا. ولكن النهارده فوز رابع لانوبس اعتقد يضعه يعني في مكانه مهمه جدا، وادي يا شباب بدانا مع بعض الجيم الثاني النهارده في اليوم الرابع من كاس العرب في الاسبوع الثاني، انوبس ضد عبعال والصحبه، ومباراه نتمنى ان هي تكون شيقه وممتعه، كل التوقعات بتروح في صالح انوبس جيمنج طبعا صاحب الفوز في اي اي سي 2020،
ويعني مهمة صعبة لعبها والصحبة أمام أنوبس جيمينج في هذه المباراة. نتمنى ليهم التوفيق والنجاح، وطبعا كلنا عارفين ظروف عبعال، ولكن الفرق اللي بتدور على الاحترافية وبتدور على انها تكون من اقوى واهم تيمز في الوطن العربي دلوقتي، والفرصة اللي هم فيها اكيد لازم يستغلوها بكل قوتهم. فعلا رونز نقدر نقول انها طبيعيه، ما فيش اي رونز مختلفه. ممكن نقول اكشلي ان داتورا واخد الجراسب اوف ذا انداينج، فاحب اشوف هيلعب بانهي بيلد تبع السنه. هل هيلعب طبعا عارفين ديفاين ساندر لسه واخد نيرف في الباتش اللي احنا بنلعب عليه حاليا، فممكن يتجه لكذا بيلد مختلفه. هل هيتجه اتجاه الكراكن سلاير؟ هل هيكمل؟ هل هيرجع تاني للفروست فاير سنه التانك سنه بيلد اللي احنا شفناها زمان؟ فممكن دلوقتي اختيارات كتير تكون موجوده من صالح هذه السنه، ولكن غير كده كل الاختيارات الثانيه طبيعيه تماما. واري جيم اثنين جونجلرز يبداوا في ناحيات مختلفه، فده هيكون اكشلي في انفيد طالع من جي سكيلز، هياخد الكروجز بتاعت هياخد انا اسف الشيكنز الرابترز بتاعت ريتد، وريتد عارف اروبس عارفين عملوا ميسنج بينج تجاهها، فبكون متوقعين الموضوع ده، وفعلا ذا كراي هيروح يحط وورد عليها. لسه كنت بقول لك جي سكيلز بيبدا يرش على طول الرابترز، ويمكن هو ده اللي هو عمله دلوقتي. وبالفعل كين دلوقتي كمان بيتجه انه يخرج خالص بره الجنجل، خلاص سايلس عارف، ولكن قدر ان هو يجيب الكامب الرابترز، وهي دي الاستراتيجي بتاعه جي سكيلز. كمان هنا ريتد بيقول انه رايح على الريد سايد الخاصه بيه، ولكن في وورد ممكن تكشف هيكون متجه لفين، في حين جي سكيلز بيرجع على طول. ادي انوبيس ريتد هنا ممكن يكون موجود، ريفنجر ممكن يكون في خطر، ادي الانجيج موجود على طول ليفل 2 فلاش فورس من ريفنجر على طول، وريتد يكسب اول فلاش ليه في الميد لين، وهيكون الجانك في هذه اللين سهله في المره القادمه. ريتد بيحب قوي الليفل 2 جانك في زينشا، عملها الاسبوع اللي فات ويعملها تاني الاسبوع ده. اول ما يجيب الليفل 2 ما بيستناش حتى الميد لينر بتاعه يجيب الليفل 2 وبيعمل بيرن للفلاش في الميد لين، هيدي اريحيه جامده لصالح داكراي. هيحاول يعمل انفيد للريد باف ولكن مش هيكون موفق لان ريفنجر موجود، جي سكيل كمان موجود، فهنشوف ممكن كونتستيشن ما بين الاثنين. هذه هنا على طول في الامان على طول، مش هياخد الريسك ان هو يغامر، ولكن انا شايف ان هم لسه متواجدين في الجنجل. سايلس ريتد لسه موجودين، ادينا دكراء على طول، والاي الثانيه مش هتلاند على جي سكيلز، يفتح الاي ويهرب على طول. لف ودوران حوالين بعض عبعال والصحبه وانوبس جيمنج في بدايه المباراه دقيقه 3، ويمكن شفنا اكشن وشفنا فلاش بيطير وشفنا كامب ستيل كمان ما بين عبعال والصحبه وبين انوبس جيمنج، ولكن شايف هنا دي سي ممكن يكون بيحصل عند اي حد من الاثنين. نتمنى ان الانترنت ما يكونش فيه اي مشاكل عشان نشوف مباراه كامله وصحيحه ما بين الفرقتين. الوضع امامنا ان ريفنجر دلوقتي معهوش فلاش، وفي فلاشز كانت بيرنت كمان في البوت لين ما حضرناش على الكام، ولكن نشوف ده كيكاز موجوده. ميجا هتعمل شويه ريدز على توكسيك هيل، مش هيكون في اي مشاكل. اكالي بيكون عندها يمكن بتعاني شويه في الماتش اب في الايرلي جيم، ولكن بعد الليفل 6 بعد اول ايتم سبايكس ممكن تكون عندها شويه اريحيه. ولكن طبعا زيك احنا عارفين ميجا قد ايه قوي بالاكالي، قد ايه بيعرف ان هو يعمل يخلق كميه فوضى في التيم فايتس، يحط ضغط على الاي دي كاريز على السكويشيز في اي فرصه يقدر يعمل فيها كده، فممكن يكون وضع مرعب. فلازم نشوف تركيز من جي سكيلز على التوب سايد يحاول يساعد توكسيك اللي بقى هيد، وسكرمش موجوده، الشراد موجوده كمان، توكسيك ممكن يكون في مشكله، هيخش على ماجد يحاول يجيب ما يمكن. ادي هنا اللي موجوده والفيرست بلاد لصالح ماجد على طول يا ولد، بالفيرست بلاد على جيس توكسيك هيل في التوب سايد، واول كل انوبس جيمنج. ادي هنا على طول لسه مكملين الدبل مفتوحه من ريفنجر، ولكن داكراي على طول هيباك لورا، وريفنجر هيكون في الامان حتى الان. اوكي اول كل دلوقتي طلعت لصالح ماجد، ماجد دلوقتي معاه الفيرست بلود، معاه الافضليه يعتبر على توكسيك هيل، بعد ما توكسيك هيل كان معاه البرايو في الويف، فنقدر نقول ميس بلاي طلعت من هذا التوب لينر. وداكراي برضه موجوده كمان، كارت شوت موجوده ممكن تجيب الكل، كيو من ريفنجر هتجيب الكل على داكراي اوفر ستاي، والريفنجر لعبها بذكاء شديد جدا، الدبليو لاندت على سايلس بكل يعني ثقه من ريفنجر، يجيب عليه تارت شوت، يجيب عليه التارت شوت التانية، وكيو ماكس رينج هتجيب داكراي في اخر لحظة. داكراي عمل اوفر ستيب شوية وتونت هايلة من ريفنجر، تيك هو مرتاح عليها جدا، مرتاح ضربة موجودة من ماجد، ماجد على طول بياخد الثقة على التوكسيك هيل، ولكن هنا الدمج موجود من توكسيك هيل صراحة يضايق ماجد، لو اتش بي جدا ماجد يفتح شاود فلاش فورس مش ممكن من توكسيك هيل، على طول يخاف من قوة هذه الاكالي، يخاف من قوة هذه الماجد، وعلى طول يرجع ويستخبى في البوش مستني توكسيك هيل فرصة تلاند.
على ماجد يجيب بيها كل، ولكن ماجد هنا ادي فلاش الاي واعتقد الكل هتكون موجوده سكيورد سهله وسريعه على ماجد على طول، ولكن جاست سكيلز موجود على طول عشان يكليم البرايز. عايز يجيب الكل عليه ولكن برافو الالتيميت على طول على جاست سكيلز من ماجد يا ولد، هيرجع على طول في الامان وهيكون جاست سكيلز ندمان يجي على طول ويخش الجنجل بتاعته في حين ماجد معاه تو كيلز 2-0. ولكن هنا على طول انجيج موجود من ست الدبليو بعد الاي موجوده، ولكن امباورد كيو من كارما بيولي ريتد هنا موجود، ولكن الورد كشفاهم ده كراي المفروض هنا عبالو الصحبه يباكل ورا. ادي هنا اللي موجوده من انوبس داتورا تحت البوتلين، وادي ريتد هنا يستمتع بالجرومب، ولكن كويس عبال صحيين وفاهمين وعارفين ان ريتد موجود هو ده كراي. ده اللي كنت بكلمك عنه، هو كمان ده كراي بيسيب الميدلين كتير يبدا يتجه، ولكن انا شايف جي سكيلز شافه ريتد، لا ريتد هيخرج في الامان. هو ده الضغط اللي أنوبس بيعرفوا يعملوه مره والتانية والتالتة يا زيكا، دايما بيعرفوا ازاي يحطوا ضغط في كذا ناحيه في الماب. واهلا بيك يا توكسيك هيل، اهلا بيك الى مملكه ماجد. يا ما كذا توب لينر شاف صعوبه انك تعمل لينك قدام هذا اللاعب، ازاي صعب انك تعمل له جانك، ازاي صعب يعني ماجد يعني الكوين فليب بتاعه جاي معاه المره دي فعلا، ما في عندوش اي مشاكل. جاب الدبل كيل دلوقتي او يعني جايب 2 كيلز معاه حاليا، عرف يعمل اسكيب لجانك كانت شبه خلاص المفروض انها تبقى كيل لصالح جي سكيلز، والوضع صعب الوضع صعب جدا بالنسبة لعبالو صحبة. لو عايزين يعملوا كامباك على التوب لينر ماجد لازم يتعمل عليه شوت داون، وتوكسيك هيل مكمل الفورم مكمل الضغط اللي هو حطه عليه في التوب سايد، وجي سكيلز ممكن تعملها جي سكيلز مع سمايت، ولكن مش عايز يستخدمها دلوقتي. لما بتشوف نفسك كجنجلر يعني فشلت في جانكي في اثنين، بتبدأ تحاول تدور على الأوبجكتيفز اللي موجودة خاصة وزنجا وبعيد في التوب سايد بتاعه. أعتقد جي سكيلز هيقدر سكيور هذا الدراجون 450 دلوقتي، 450 يقدر ياخده بسمايت. سمايت أب جي سكيلز دي سي، هل تعتقد أنه دي سي ولا سمايت؟ بتحصل بتحصل بتحصل، لا ما سمعتش حاجه بيتحرك، لا جات له اخر ثانيه كان ناقص عليها ربع ثانيه ثانيه ثانيتين، ففي الاخر عباله الصحبه مش مشكله. انا ما شفتش غير ان الدراجون بيتاخد من عباله الصحبه. برافو عباله الصحبه اخذوا اول تنين معانا في المباراه وعلى انوبس، واو عرفوا يبقى عندهم دلوقتي تنين ادفانتج وماجد بضايف التوكسيك هيل، والكل سهله الماجد جدا 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 على التوكسيك هيل، هيجيب الكل بكل اريحيه بكل سهوله، والالتيميت بيرند على التوكسيك هيل الجيس. كل ثانيه كل ثانيه الماجد كميه ضغط بيحطه مش طبيعي على توكسيك هيل، الراجل صعبان عليا لو هو ولا جي سكيلز ولا بقاله الصحبه بصفه عامه، الامور تبدو صعبه بالنسبه لهم. يمكن الامل الوحيد ان ريفنجر عرف يجيب سولو كيل على داكراي في الميد لين، ولكن بص الريتد ما عندوش اي مشاكل بيعمل انفيد كامل للجنجل بتاع جي سكيلز، بياخد كل الفارم بياخد كل الادفانتجز اللي يقدر ان هو ياخدها، وحاليا الامر يبدو صعب بالنسبه لعباله الصحبه. يمكن لسه الجيم ما يقدرش نقول له هو خلصان ولا اي حاجه، ولكن شايفين قوه انوبس من اول من بدري بدري، واضح جدا ان انوبس مش من نوعيه الفريق اللي هيسيب الجولد ليه تروح ببلاش. فارق الجولد نوعا ما كبير يا عدوي، في الدقيقه 8 9 انت عندك فارق حوالي 3600 جولد، ده فارق في الايرلي جيم مش بطال لصالح انوبس جيمنج، في حين ان طبعا الكل ادي الامباورد كيو وقوه البوك من بيولي على كارما، ولكن اعتقد انك والاي موجوده هنا من على طول السيت، ولكن الجامب موجوده كمان من تريستانا، الفول مكمل من سيفي الاجنايت بيرن، ولكن فلاش كمان ادي هنا الالتيميت موجوده من داتورا، هيلاند الاي هيجيب الكل اكيد ولا لا؟ مش ممكن ستيتش هيهرب في حين كارما جابت الكل على ست، ادي الالتيميت جالي موجوده، ولكن جيسكيز موجود على الاكسكيوشن الدبليو بيتفولو، وادي هنا على طول ريفنجر، والكل هتكون لمين؟ هتكون للجاليو يستحقها بعد الالتيميت الرائعه من ريفنجر، هيجيب الكل على دكتورة في النهاية. هي دي نوعية البلايز اللي عبعالو الصحبة محتاجين يعملوها، اعمل شوت داون للبوت لين بتاع انوبس، اعمل شوت داون لأي لين تقدر تعملها شوت داون، حاول تدي جولد، حاول ان خلاص ما تروحش للتوب لين، سيبه تماما، حاول تعمل الليد في حتة تانية، ولكن ريتد اوت اوف بوزيشن. توكسيك هيل هنا موجودة يعني على طول، ريتد اتقفش بين الاثنين، واعتقد سولو كيل، لا جاليو ساعد فيها لصالح جيس، وعبعال بياخدوا كم كيل مهمة جدا، والفارق الجولد بيقل واحدة واحدة عشان يوصل ل 700 او 600 جولد فقط
بعد ما كان الفارق 1600 جولد بعد شات داونز اللي خدوها مهمه جدا جدا جدا، بعد كيلز اللي خدوها مهمه جدا ومعاهم دراجون. ننسى على طول الفيل اللي حصل من جيس كيلز. جيس كيلز رجع عمل جانك حلوه، عبعال لسه متمسكين، ويمكن هي دي العقليه اللي احنا بنتمنى نشوفها من فريق زي عبعال والصحبه. وفعلا عبقالوا صحبة بعد ما كان عندهم early game صعب حبتين ثلاثة، عارفين ان هم يسترجعوا تاني الليد، عارفين ان هم يسترجعوا تاني شوية الجولد اللي ناقصهم، وعارفين ان هم يحطوا الكيلز مع ريفنجر. واتكلمنا مرة والتانية والتالتة قد ايه ريفنجر الميكانيكس بتاعته موجودة، قد ايه السكيلز بتاعته موجودة، هيعرف ان هو بيها يعمل ضغط. ولكن ماجا بيف دايف والدايف موجود على طول، ايه موجودة كمان، ولكن هيكمل يا ولد يا ولد على طول الالتيميت في الالتيميت، وبعدها على طول الفلاش من ماجد يطلع للسيفتي. كان ممكن يجيب جيس فيها، كان ممكن يجيب توكس كيل فيها، لو اتش بي جدا هيقرر ان هو يباك للبيز. ولكن ماجد مخيف، ماجد مرعب، ماجد مرعب. هي دي قوته بالاقالي، هي دي قوته بصفه عامه في التوب لين. يعني مش عارف، مش عايز اكون في موقف توكسيك هيل الصراحه. احنا متعودين ان توكسيك هيل لما شفناهم في دوري المنافسين في الموسم الاول كان دايما بيحط ضغط على التوب لينر اللي بيلعب ضده، ولكن المره دي انت بتلعب في مستوى مختلف تماما. دلوقتي انت بتلعب ضد ماجد على الكومفورت بيك في الاقالي بتاعته، حتى ماجد مش واخد الاجنايت والفايت موجود هنا الاي بعد الدبليو من ريفنجر، ولكن سايلس هنا مش هيحس ان هو اتاثر شويه. الاثنين تانكي على بعض شويه، ولكن الورد موجود هتقفش ريتد، في حين ستيتش وبيولي هيقرروا ان هم يرجعوا تحت التارت. ولكن هنا الاي كانت موجوده من داتوره، وريتد هنا موجود على النوك اب والكيل بعد الدبليو لريتد على بيولي، وكيل سهله لانوبس جيمنج على عبعال والصحبه، رغم ان عبعال والصحبه كانوا واردين وشايفين، ولكن كانوا شويه اوفر ستي في الليل. 4-4 السكور ما بين الفريقين، كل التيمز نقدر نقول هم مستواهم متقارب من ناحيه الكيلز، ولكن انوبيس طبعا معاهم الافضليه في الجولد، الافضليه في الفارم، في التوب لين، في البوت لين، وتوكسيك هيل هيحاول. ولكن هنا ماجد مش واخد باله ان توكسيك هيل موجود. حلو الرياكشن من ماجد، ولكن توكسيك هيل هيجيب الكيل الدبليو، والشراوب فتحت حلو قوي من ماجد، حاول يلحق بيها نفسه، ولكن النوك باك كانت موجوده من جيس ممتازه جدا، يقدر يخرج بيها اكالي من الشراوب ويجيب عليه الكيل، تاني كيل لتوكسيك هيل واول كيل لي على ماجد في الجيم. ما ننساش ان توكسيك هيل قريب من ماجد في الفارم، فتوكسيك هيل لسه موجود في الجيم، عبعال والصحبه لسه موجودين في الجيم. وهنرجع تاني لصراع جي سكيلز مع التنين، يا ترى هيعرف يعملها ولا لا؟ او المره دي فيه والالتيميت موجوده من جاليو، وادي هنا جون على طول الدبليو موجوده، جي سكيلز جوه الدبليو هيكون توند هو كمان، ولكن سي في بيحاول في المساعده، جي سكيلز هنا في الالتيميت على طول، ولكن ماجد التي بي كان موجود في الوقت والمكان المناسب، يجيب الكيل على كارما والدراجون هيروح لصالح انوبس. ادي هنا الريفنجر تحت التاور، ولكن مش هيكفيك ومش هينقذك من ماجد، والدمج تحت التارت على طول، ماجد هيقدر يجيب الكيل بكل سهوله، والدراجون هيروح لصالح انوبس. انوبس 4 كيلز في جيبهم بعد ما شفنا عبعاله الصحبه بيرجعوا تاني بيعملوا، حاولوا يعملوا كومباك اول ما بداوا التنين، اول ما بداوا ان هم يحاولوا ياخدوا كونديشن وين كونديشن من ناحيه الدراجون سول، انوبس جم وعاقبوهم في ثانيه. يا زيكا وجيس كيلز النهارده مع التنين عندهم صراع بسيط جدا. ولكن هنا التاور في الميدلين هيكون لصالح دكراي، اول تاور في المباراه، اول برج في المباراه هيكون لصالح انوبس جيمنج، 8-5 عبعال والصحبه، وفارق الجولد بيتسع لحوالي 3000 جولد. هنا كارما مش واخد باله بيولي، وادي الايلاند على طول، شو ستوبر موجوده من ست سي في على طول، والفولو والفلاش والدبليو متاخره شويه، حاول يسيب الكل لداتوره ولكن داتوره ما خدهاش. ادي هنا على طول ستيتش بالفولو والجمب والبومب هيجيب الكل على ست بكل سهوله، عبعال والصحبه والبوت لين انسين. الدمج ما كانش موجود من داتورا وسي في، ما عرفوش يعملوا ستيك بوتنشال على بيولي على ستيتش، فده ما سمحش ان هم يعرفوا يجيبوا كيلز، بالذات ان دي تانكس او يعني يمكن بتتجه اتجاه الديفاين ساندرز. انا على قد ما هي كانت نيرت، داتورا ما عندوش اي مشكله ان هو يلعبها. فدلوقتي احنا بنتكلم ان يمكن نقدر نقول ستيتش معاه شويه جولد، احب اشوف الجولد ما بين الاثنين بوت لينرز، نقدر نشوف لو ستيتش هيقدر يوصل للايتم سبايك بتاعته، هيقدر يوصل للقدره ان هو يعمل نفس اللي احنا شفناه من انفينسيبل في الجيم اللي فات. ياب 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 دي حقيقة. وتوكسيك هيل هنا حاول يبيت ماجد زي كالعادة، ويحاول يجيب عليه كيل كمان، ولكن ماجد كان صاحي شوية، والدمج من توكسيك هيل ستيل لسه مش هو الدمج اللي احنا مستنيينه، ولكن الراجل ستيل موجود في الجيم، 102 فارم مش بعيد قوي عن ماجد، ولكن ماجد 5-1 عليه شوت داون 150 جول، الراجل مرتاح جدا جدا على الاكالي، مخيف جدا بالاكالي.
وماجد لغايه دلوقتي كاري لانوبيس جيمنج. ماجد 5-1 على الاكالي، الريتد كمان 2-1-2. الجنجل التوب جنجل ديو دول مرعبين، بالذات ان دلوقتي ذا كراي منضم اليهم، هما بيحاولوا يعملوا انفيد ياخدوا الريد باف من ايادي ابعاله الصحبه مش هيعرفوا ان هما يردوا عليهم باي طريقه خالص يا زيكا، لان طول ما ماجد موجود حاسس ان هو في المنطقه مستحيل تعرف تعمل اي حاجه. دي حقيقة توكسيك هيل كان ممكن يكون في مشكله من ماجد، ولكن ماجد قرر ان هو مش هيكمل مطارده ورا توكسيك هيل ويرجع اللين زي ما كان. هيبدا ماجد ان هو يشوف الويفز بسرعه، التليفورت بتاعته لسه مش موجوده، ولكن سايلس تيبرت بتاعته موجوده عادي، هنا الجوين على طول، وادي الاي لاندد ولكن شرايط مفتوحه. توكسيك هيل تحت تطور، هل ينقذ ولا لا؟ مش ممكن يا ماجد، العين البشريه ما تقدرش تستوعب اللي ماجد بيعمله في التوب لين. توكسيك هيل اي فيل يو ماجد، انت بتعمل ايه؟ كل ورا كل ورا كل لصالح ماجد، كميه ضغط حطه على توكسيك هيل فعلا ولا حد راح يشوف ان في ثانيه الكومبو طلع، كل ده بالبروتو بيلت، كل ده بالسورس شوز، حد يشوف حاجه؟ مفيش. هتعلق على ايه؟ هتعلق على اكالي وهي بتنسف توكسيك هيل على اكالي ماب. بصراحه الوضع مرعب جدا، ولكن دلوقتي ريتد في البوت لين مع الريفت هيرلد، ممكن يحاول ان هو يستخدم ويحاول يمكن يرجع شويه الليد لصالح البوت لين بتاعه. وسيفي كان في اخر اثنين فايتس عمل اوفر اكستنشن شويه، فالمره دي يمكن الريتد عايز ان هو يبطل النزيف، بالذات ان ذا كراي موجود معاه، ماجد معهوش التليبورت بس يتمشى اتجاه البوت لين، وتوكسيك هيل مضطر ان هو يقعد يفار. دلوقتي هنا ريفتر اللي موجود في البوت لين، ومش عارف قرار صراحه صائب ولا لا من انوبيس جيمنج ان هم يستغلوا الريفتر في البوت لين، ولا ستيتش وجي سكيلز وبيولي على التشيس على طول منهم، من السايلس موجود في البوت سايد، هنا على طول الداش موجود ولكن اعتقد موجوده من جاليو، هاتلاند على مين؟ على طول على ريتد هين وايل، كل فريق ابعال وصل بالامان، ولكن كورما هي اللي ماتت، ست على طول بيموت من جاليو، ولكن جوينج على طول ماجد، هو ده الكلام يا عم ماجد، ادي الدبل كيل موجوده، الدمج عالي جدا، دكتوره على الباك لاين بيجيب الكيل على كين، بيجيب الكيل على جاي سكيلز، وبيكمل على طول دكتوره الاتش بي بتاعه يساعده جدا ان هو يكمل تحت التاور، دبل كيل دكتوره على طول يرجع للجيم اخيرا، ويلكم باك انوبس دكتوره. وهو ده الداتورا بالسنة، عشان كده هو مشهور بالبيك دي، عشان كده هو مرتاح جدا على سنة كانت احد المين تشامبيونز بتوعه لما عرف يطلع تشالنجر في الموسم اللي فات، فاحنا بنشوف مرة اخرى ليه هو مرتاح جدا عليها، ويمكن احنا دلوقتي هي في الميتا فنقدر نقول ان الوضع سهل بالنسبة له ان هو يعمل فايت زي دي، وطبعا لما يكون معاك ماجد، طبعا لما يكون معاك كمية الدمج اللي طالع من الاكالي بموضوع الوضع صعب جدا بالنسبة للعبال والصحبة وايس في الدقيقة 17 والدقيقة 18 يا زيكا، الوضع بيبدو اصعب واصعب واصعب لصالح ابعال والصحبه، وهل هنشوف الكومباك موجود بينهم ولا لا؟ انفيرنال دراجون دلوقتي موجود، وكليرنج ليفيجن سهل جدا من انوبس جيمنج بدون اي كونتست بعد الايس اللي خدوها، واعتقد دلوقتي الانفيرنال دريك ممكن نشوفه بيروح لصالح انوبس دلوقتي حالا، ولكن لازم يكمل، لازم يفتح الجنجل الخاصه بابعال والصحبه، لازم يتاكد، ولكن جيسكيلز هنا على طول هيهرب في الوقت المناسب ويسيب كل حاجه لانوبس ريتد، لان مفيش اي مجال ان هم يخسروا تيم فايت تاني او يخسروا ممبر تاني. ادي هنا على طول انشيشن بين ريتد وزنجاو على التنين الناري، واعتقد بكل سهوله انوبس جيمنج يقدر يجيب التنين ده ببلاش. تنين ببلاش لصالح انوبس، هم دلوقتي معهم تنينين لصالح تنين واحد فقط مع ابعال الصحبه، وهل هنقدر نشوف ابعال الصحبه بيعملوا الكمباك في الحته دي؟ ادي هنا ابعال والصحبه والجيم بيهدى رتمه واحده، ولكن ستيل لسه مكملين، ماجد في التوب سايد تاور لسه موجود، وجيس هنا ادي الورد مثاليه يقطع على طول تقصك الريكول بتاعه، ولكن جي سكيلز موجود في الباك لاين، ماجد شافه ولا ما شافوش؟ ماجد دلوقتي ممكن يطمع في كيل على تقصك هيل، ولكن ممكن جاست سكيل يكون موجود دلوقتي، ماجد يكون ممكن يكون في مشكله دلوقتي، ادي بوك موجود من تقصك هيل، جي سكيلز لسه محافظ على وجوده ولكن الريكول ما شغال مش شغال، اعتقد جي سكيلز وماجد دلوقتي ممكن يكون في مشكله، هل ممكن نشوف دبل كيل موجوده من ماجد دلوقتي؟ ما يعرفش ان جي سكيلز موجود، وادي هنا الجوين على طول، وادي تقصك هيل مستني الاي، ولكن جي سكيلز خرج بدري شويه يا راجل، تسرع، كان ممكن يستنى الاول ان بتاع اكالي بتاع ماجد، ولكن كان ممكن ماجد يجيب فيها توكسيك قبل ما جي سكيلز اصلا يتحرك ويكون عنده رد فعل.
لا ده مش ماجد بتاع زمان يا زيكا. ماجد بتاع زمان كان شاف ال1 في 2 اخد ال1 في 2 ومات في السايد لين، بس ماجد واضح ان هو الكوتش بيقول له كفايه خلاص يا ماجد انتنج على السايد لينز، وماجد بيسمع الكلام، وعشان كده هو 8-1-2 بالاكالي في التوب سايد، ما عندوش اي مشاكل خالص في هذه المباراه، عامل كميه ضغط على السايد لينز. توكسيك هيل مش عارف يتحرك براحته، ما فيش اي حد من ناحيه تبعاله صعبه هيقدر ان هو يعني يمكن يرد يبقى انسر بالنسبه للاكالي دي في وهو بكميه السبليت بوشنج بريشر اللي هو حاطه. طبعا الاثنين ايتمز الجداد مش انيبلد، عندنا الاناتيمس تشينج والهارد بريكر ريت وريتد، هيسرق ريد باف ثانيه ريتد على طول. وادي هنا ثلاثه موجودين في الجنجل، جيسكيلز هنا ممكن يكون في مشكله، ولكن بالامان بالاوراكل، ولكن ايه موجوده منه من داتورا هيبعد عن بيولي عشان ما يكونش في اي مشاكل لغايه دلوقتي، ولكن عبعال واحده واحده يخسر المباراه او متجه في خساره المباراه. بارون باف والبر النشر الموجود على السامنرز ريفت، وممكن دلوقتي يكون الروتيشن موجود من فريق انوبيس عن هو يسيت اب الفيجن كويس ويبدا يجهز للبارون فايت او البارون يعني انيشيشن من جانب انوبيس جيمنج. دلوقتي فعلا زي ما احنا شايفين انوبيس حاطين كميه ضغط على ابعال والصحبه، وزي ما احنا شايفين حاطين الوردز كلها في الجنجل بتاعت ابعال والصحبه في الريد سايد جنجل، ريتد برضو عايش مع ماجد عايش تجاهه وما فيش اي مشاكل خالص بالنسبه له. ماجد بيعمل بوشنج للسايد لينز، ريتد بيعمل انفيز للجنجل، وابعال والصحبه بيدوروا على الوين كونديشن. لسه ما شفناش كتير قوي من الكين بيك دي، نقدر نقول نسبيا بسبب ان ريتد حاطط كميه ضغط على الجنجل بتاعه، وكون انك عندك برايو في اللينز، كون ان ذا كراي بيتحرك معاك طول الوقت، وكون ان ماجد بيتحرك معاك طول الوقت، فالموضوع يعتبر سهل بالنسبه للريتد ان هو كمان يدي ادفانتجز، يعمل شوت داون للجي سكيلز. وكين من نوعيه الشامبيونز اللي بيبقى صعب بالنسبه لها انها تعرف تعمل كومباك، بيبقى صعب جدا بالنسبه لها انها لو ما كانتش اهيد، لو ما عرفتش ان هي تجيب الترانسفورميشنز بدري بيبقى صعب ان هو يعمل الكومباك دي، وده فعلا احنا شايفينه مع جي سكيلز. جاب تقريبا الترانسفورميشن في الدقيقه 17 او الدقيقه 18، كان الموضوع صعب قوي بالنسبه للابعال وصعب يا زيكا، وناقص اقل من دقيقتين دقيقه ونص فقط على التنين القادم لازم فايت. هنشوف دلوقتي ايه اللي ممكن يتم بين الاثنين. انوبيس جيمنج دلوقتي مرتاح في الجيم، مرتاح عامه في البطوله، ثالث وين وممكن يكون رابع وين النهارده ليه. ستيتش وبيولي النهارده موجودين في الميد لين، وارض على طول موجوده، ولكن اوراكل هتكون سهله. كل فريق منهم بيحاول ياخد معلومات كافيه تعرفه فين الفريق الثاني عشان يقدر يبدا ياخد الخطوه اللي جايه. زي ما قلت دقيقه فاضله على الانفيرنال وعلى التنين الناري، ولكن انوبيس جيمنج عندهم الفيجن كفايه، ولكن ابعال بيقدروا ان هم واحده واحده يكونتروا الفيجن دي. شايف كنترول ووردز يعني موجوده في التوب جنجل عند ابعال والصحبه، عندهم كنترول كويس لو في اي فلانك موجود عليهم من ناحيه التوب لين، ولكن البوت سايد كمان كلير والورد وتصرف كتير جدا من ابعال. ادي الورد وادي كل المعلومات اللي يقدروا يجمعوها، واعتقد التيم فايت الجاي هيكون مهم جدا 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 لكل واحد من الاثنين على حسب المعلومات اللي واخدها عن الفريق الثاني. ولازم ابعال والصحبه يحاولوا يستخدموا البوك بتاعهم من الفيفا عشان الميد لين موجوده، ولكن الالتيميت موجوده كمان يا ولد يا تطور على طول، ولكن هنا الالتيميت موجوده من جاليو هيجيب عليها كده على طول، لكن زي جاو موجوده. ادي هنا جيس مات، ادي ستريسانا باي باي، انوبس جيمنج 3-1 في تيم فايت ولا اجمل، ولكن لسه مكملين. ادي هنا جيس كيلز بيحاول يعمل كل ما بداله، ولكن على طول داكراي هيجيب الكيل على كين، ويبقى جاليو وحيدا يتجه انوبس دلوقتي للبارن. لسه كنا بنتكلم وبنقول الغلطه بفوره يا عبعال، ولكن انوبس جيمنج يستغل كل الريسورسز بتاعته وكل الموارد عشان يسكيور على طول فور من كيل، ويروح على طول يبدا البارن ده. 18 صفحة في كتاب الماجاي سول ستيلر يا زيكا لصالح ماجد، مرعب مرعب مرعب. يعني شوف اكالي قد ايه قوية، ماجد عمل كتاب لوحده باثنين بثلاثة. خلاص هنسميه ماجد سول ستيلر دلوقتي تقريبا. نحب نشوف التغيير ده يحصل في الجيم، لان ماجد دلوقتي بيعمل دمار على ساحة سامونرز ريفت. ماجد كل ما هو موجود، طول ما هو موجود في اي مكان في اي وضع، بيكون الوضع صعب بالنسبة لابعال والصحبة. داترا هو كمان بالسنة بتاعته بالهيلينج اللي بيعمله بالشيلدنج اللي موجود من الرينج من الباك لاين، بيسمح لماجد ان هو ما يحصلش عليه اي دامج خالص، ما يكونش في اي خوف بالنسبة له وهو داخل يعمل الانجيجز بتاعته. وابعال والصحبة احلى هم بتتضاءل فايت ورا فايت دقيقه ورا دقيقه، والتنين الثالث رايح لهم دلوقتي. دلوقتي انوبس جيمنج في اتجاههم للانفيرنال دراجون او التنين الناري.
واعتقد ده هيكون ثالث تنين في حوزه انوبيس جيمنج، وهيديهم دلوقتي السول بوينت ان هم يقدروا ياخدوا السول، واعتقد السول هتكون قويه شويه على انوبيس، ولكن عبد العال المفروض ما يسيبوش الفرصه لانوبيس ان هم ياخدوا اي خطوه زياده، ولكن الجيم صعب، الجيم صعب بالنسبه لعبد العال. جيم فعلا صعب بالنسبه لهم، شفنا يمكن كل ده بسبب الايرلي جيم القوي اللي احنا شفناه من انوبيس، وفعلا هي دي تحركاتهم، تحركات الماكرو حوالين الماب بيفرق اكتر بكتير من الانديفيديوال سكيل، من الاداء الفردي في النوعيه الفايتس دي، ولكنها نقطه مهمه لعب على صحبه ان هم يتعلموا برده من نوعيه المباريات دي، زي ما احنا كنا لسه جايين كوتش جديد امبارح. ولكن نرجع للجيم بتاعنا، نرجع للوضع اللي احنا اتفرجنا عليه، دراجون سول انفيرنال سول نقدر نقول انها خلاص هتروح في جيب انوبيس جيمنج، نقدر نقول ان الوضع صعب كمان بالنسبه لعبه صعب ان هم يعملوا فايت، ممكن يحاولوا يستنوا بارن فايت، يحاولوا يستخدموا يغفلوا انوبيس، حتى البوك مش هتبقى خطه كويسه، لانك دلوقتي انت كجيس بيهايند، فانت هتبوك اي حد سنة بكيو واحده هتهيله ترجعه تاني الاتش بي اللي انت لسه عامله فيه، فهيبقى صعبه شويه بالنسبه له. ولكن يعني انا عرفت دلوقتي ان ريفينجر عنده يعني كونكشن ايشيو او مشكله بالاتصال بالانترنت، ولكن حلقه يعني الحلقه الضعيفه شويه في ابعاله الصحبه النهارده، هل الاكسكيوشن المثالي يعني الكومب بتاعهم ما فيهوش مشكله؟ جاليو لغايه دلوقتي ادي دوره نوعا ما، كان موجود في كل مكان، الالتيميت نوعا ما كانت اون بوينت، كان موجود في كل حته، ولكن ستيل عبعال ملهمش شوكة، ما عندهمش القوة، ما عندهمش الناب اللي يبدأ يدينا ثقة شوية ان هو ممكن يقلب الجيم على انوبيس جيم. خلي بالك الجزء من الوين كونديشن بتاع انوبيس بتاع عبعال والصحبة كان انت تسيب جيس يلعب ويك سايد او تسيبه ان هو يلعب في التوب لين بصفة عامة، يحاول ان هو يعمل بوك للأكالي في الايرلي جيم قبل ما توصل ليفل 6، ويحاول يستخدم الضغط ده ان الجيس كيلز يفارم براحته، يوصل للترانسفورميشن، يوصل على الاقل شوية ليفلز هو كمان يبقى عنده ضغط حوالين الماب. ولكن الواقع امامنا ان الوين كونديشن دي ما عرفوش يوصلوا لها، لانك في حاجه اسمها ماجد في التوب لين، ان ماجد ما سمحش ان الماتش اب تتلعب كما الماتش اب المفروض انها تتلعب، ويمكن عمل شويه اول اثنين سولو كيلز عرف يجيبهم على توكسيك هيل، صعب جدا الوين كونديشن بالنسبه لابعال والصحبه، وصعبه الامكانيه ان هم يحاولوا يعملوا كامباك، وفي نفس الوقت الادفانتج الافضليه اللي كانت مع ستيتش بالتريستانا في البوت لين ما كانتش كافيه ان هو يعمل دامج عالي ان هو يساعد اي حد من التيم ان هو ياخد افضليه ويرتاح بيها ويعملوا كامباك في الحته دي. ولكن شفنا برضو انوبيس هو بيلعب اللين بيرتاح فيه شويه، عارفين ده تورا بيبقى مرتاح على سنة مش مستعجل على المباراه، ولكن شفنا سيفي شويه بيتسرع بست وبيحاول ان هو يفورس فايت، في حين ان ده تورا لسه مش جاهز ان هو يفايت دلوقتي، مش جاهز دلوقتي ان هو يبدا يكسب اللين، هو مش محتاج يكسب اللين طالما ماجد مادي دور زي ما انت كنت لسه بتقول، ماجد يعني عمل فايتس اسرع من حياتنا كلها، فبالتالي يعني شايف سيفي مع داتورا محتاجين سينرجي اكتر، محتاجين انهم يلعبوا مع بعض اكتر وياخدوا فرصة مع بعض، بحيث داتورا يبدأ ياخد على الستايل، خاصة ان سيفي بيلعب مع رين على طول واللي هم مشهورين بالاجريسيف بلاي، في حين ان دايما داتورا مع فيفر دايما بيلعبوا لعب ويك لين او بيلعبوا نوعا ما اللعب اللي هو انا مش لازم اكسب اللين، هاخد ازريل وسكيل، هاخد سينا وسكيل واتيفر، فشايف محتاجين سينرجي مع بعض شوية، محتاجين وقت شوية. الفكره ان هم لعبوا البوت لين ده في الفاينل في الاي سي فاينل، ولعبوا حلو قصاد نوك اوت اي سبورتس، وكانوا فازوا على ما افتكر بالمباراه اللي لعبوا فيها سات وسنا في البوت لين، عرفوا يجيبوا كيلز على ميميك ومشعل. بس المره دي انت بتلعب اتنين رينجد، فالفكره ان انت لو الوان شوت ما طلعش على الكارما على التريستانا فانت بتحط نفسك في موقف خطر، فيمكن مس كالكوليشن شويه من ناحيه انوبيس من ناحيه البوت لين في شويه التو في توز اللي هم اخذوها، لكن لسه محتاجين نشوف اكتر، يعني صعب ان احنا من مباراه واحده في الموسم ده ان احنا نشوف هل في مشاكل في السينرجي بينهم، هل كانوا بيحاولوا يعملوا بلايز بس البلايز ما يعني ما كانتش رايحه لصالحهم، بس نقدر نقول ان الانجيج كانت مش محتاجه انها تحصل، الانجيجز اللي حصل في البوت ما كانتش محتاجه انها تكون موجوده، مش محتاجين ان هم يحاولوا يلعبوا على الكيدز في المره دي، فالليمت تيستينج نقدر نقول طالع من البوت لين بتاع انوبيس في الايرلي.
ريتد وقوه ريتد بقى يعني هي كمان في عالم تاني. يعني قوه ريتد وقوه زنجاو الفتره اللي فاتت طبعا زنجاو رجع بعد الميني الورك خلاص ادوله التولز الكفايه. يمكن انا بحاول اشبهه شويه بديانا. ديانا بترمي الكيو بتاعتها لو لاندت بتلاند الاي بتاعتها وبعد كده بتخش بالاول ام بتاعها. فبشبه زنجاو بان فعلا الميني الورك ده فاده كتير قوي وفاد جانجلرز زي ريتد ان هم بيقدروا يعني يلعبوا اجريسيف بلاي ويلعبوا باسيف بلاي ويقدروا ان هم ينجيجوا وديسنجيجوا. ولكن انا شايف على طول فايت بعد الريكونكشن ولكن جيس كيلز على طول مش الراجل مش عارف يفارم في اللي بتاعه مش عارف يفارم في الجنجل بتاعته. ده كراي جاب كيل على جاليو في البوت لين وكل ده والريتد كان بياخد الدراجن. ف هل ده كان مشاكل بالريفنجر من ناحيه الكونكشن ايشو حصلت له في وقت قبل البوز على طول؟ ما نعرفش يمكن حصل اوت بلاي من ذا كراي في الحته دي. ولكن الوضع امامنا ان انوبيس دلوقتي معاهم البارن ناشر بيستخدموه ان هم يعملوا بوش 3 2 ما بين الميد لين والبوت لين وحاطين ضغط كل ما طول ما ذا كراي وريتد موجودين بيعملوا بوشنج مع بعض الليل تاور. طول ما بعلو صاحبه مش هيعرفوا ان هم يعملوا انجيج عليهم مش هيعرفوا ان هم ياخدوا افضليه في الحته دي. والضغط على اثنين لينز في نفس الوقت سمح لانوبيس ان هم ياخدوا تاورز بدون اي مشاكل. وزيكا الدايف ممكن تكون موجوده من انوبيس لو ابعلو صاحبه عمل اوفر اكستند بس حبه صغيرين. هنشوف ماجد بال18 ماجا ستاك هيعرف يعمل ايه. باي باي. وادي ماجد هنا هارتو بيجيب الكل والزونيز موجوده ولكن هنا ادي الالتيميت من جاليو ولكن هنا جيس كيز هارتو موجود الدبل كان موجوده من ماجد الالتيميت موجوده هي كمان ولكن الاي بتلاند من ماجد هنا تريبل كل موجوده وعبعال بيعاند في البيس بتاعتهم. ادي الدبل موجوده مش ممكن ماجد الكوادرو كل موجوده ريفنجر هيحاول يجري بعيد ولكن هنا يستوبط شيء كمان ادي سيفي ولكن الكل سكيورد صارح ريفنجر مش ممكن كوادرا كل سهلة جدا لماجد ما حسناش بيها الجراح يدخل على طول يجيب كل واثنين وايس موجود انوبس فجأة بعد الريكونكشن بيخلصوا الجيم العب عالو والصحبة بضعف الكلز الموجودة تريستانا ستيتش يحاول ينقذ ما يمكن انقاذه ولكن انا على طول قوة زنجاو لسه كنا بنتكلم عليها هو اسمه زنجاو مش زنجاو. الدبليو موجودة كمان من ست ولكن انديج للجيب سريع جدا المينينز كمان بتخلص مع انوبس جيمينج الفايز في مباراة النهاردة بسرعة جديدة جدا ما لحقناش نفهم ايه اللي حصل. انوبس بيخلص الجيم لصالحه العب عالو والصحبة. انوبس جيمينج بالرابع فوز ليهم معانا في كاس العرب في الاسبوع الثاني هيفتتحوا اول مباراه ليهم فازوا بيها زيكا. انوبس شكلهم مرعب قوي الموسم ده اللي احنا شفناه النهارده الماكرو بلاير اتلعب ال1 في 1 البلايز كل حاجه كل حاجه الفريق ده فعلا كميه الخطط الموجوده كل ده احنا لسه ما شفناش ميزه الميد لينر الجديد بتاع الفريق. ف يا ترى الفريق ده هيبقى سقفه عامل ازاي؟ ماجد لغايه دلوقتي بيبهرنا. ماجد لغايه دلوقتي في التوب فورم بتاعته كل جيم بيحاول يقدم احسن ما عنده كل جيم بيقدم احسن من الاداء اللي قبله. واعتقد ان احنا لو انتظرنا على انوبس شويه بشويه الجاب هتبدا تبقى اسرع باسرع باسرع. لازم نشوف دلوقتي الاستوديو التحليلي ونرجع لكم بالجيم الثالث لان هيدينا احصائيه جديده عن جيمز جديده ويدينا شكل الكاس العرب رايح لفين بالاداء المبهر الصراحه اللي الفرقه بتقدمه. هارد لك عبعال والصحبه نروح للاستوديو التحليلي ونشوف تحليلهم وكلامهم عن الجيم رقم 3.